في حاجة لطيفة جداً كده من خلال 48 ساعة اللي فاتوا عجباني، وهي حلوة يعني. دايماً خد المنافسة بشكل ظريف لطيف يعني، دمه خفيف مفيش مشكلة خالص يعني. من أول امبارح لحد دلوقتي أصحابي الزملكاوية، أنا ليا أصحاب زملكاوية كتير على فكرة، مش قليلين يعني، هاروني يعني، كلها مسجات ورسائل على التليفون حلوة قوي يعني، سواء كانت حتى الجماهير الزملكاوية اللي عاملاها ليا تحديداً يعني، مفيش مشكلة، دمه خفيف ولطيف وظريف حلو جميل يعني، مفيش تجاوز ومفيش إهانة ومفيش شتيمة ومفيش تعدي على الحقوق ولا حاجة، مفيش أي مشكلة، بالعكس دي حاجة حلوة وتضحك يعني، لما تتعمل بشكل كوميدي ولا حاجة برضو تضحك مفيش مشكلة. هي الروح دي الحلوة، دي الروح دي جميلة قوي يعني، لا يبقى فيه غلط في حق حد ولا في شخص حد، ولا إهانة ولا تجريح ولا اتهامات ولا حاجة خالص، بالعكس لما تفوز وده قليل يعني مفيش مشكلة يعني، اتريق زي ما انت عايز واتكلم زي ما انت عايز وركب حاجات زي ما انت عايز مفيش مشكلة طالما مفيش إهانة. بالعكس والله أنا كل أصحابي اللي موجودين أو اللي بيبعتولي وبعتين حاجات مثلا يعني ربطينها بحاجات احنا قلناها هنا في ملعب الأهلي وواخدينها، بالعكس حاجة حلوة معمولة بشكل حلو، وحتى اللي عاملها أنا بحييه بصراحة، عاملها حلو يعني، تضحك من قلبك يعني مفيش مشكلة خالص. نفسي أوصل لكده، نفسي أوصل إن إحنا لما نتكلم على بعض يا إما أنا بفرح بفوزي وبهزر يعني بشكل حلو معاك ولا حاجة وبدم خفيف، ما يقابلش الهزار ده يعني سيل من الشتايم والسباب والإهانات. ليه يا عم؟ أنت لما تعمل كده وتاخدها برضو بدم خفيف وظريف ولطيف يعني، تجيلك الكلام ده مرة في السنة، مرتين في السنة، ثلاثة في السنة، فتاخدها مرتين ثلاثة عليها برضو مفيش مشكلة، اضحك وهزر مفيش مشكلة خالص يعني. لكن لما شفتها قلت يا نهار أبيض، اللي بعمله في الناس هيطلع عليا ولا إيه؟ 48 ساعة اتهرينا، بس روح حلوة يعني، كلام جميل زي زمان في الستينات والسبعينات والثمانينات، الناس قاعده على القهوه، ده اهلاوي ده زملكاوي، او 10 اهلاويه مثلا بينفردوا بواحد زملكاوي ولا حاجه وبيقعدوا يتكلموا عليه، مفيش مشكله طالما فيه هزار مقبول لطيف ظريف. لكن امتى تزعل؟ امتى تزعل؟ لو انا لا قدر الله يبقى فيها اهانه او فيها تجريح او فيها سمعه مش لطيفه مش حلوه، كده مش اسمها هزار، كده هتبقى داخله في حاجه يعني ملهاش علاقه بالادب. لكن انت بتبعت حاجه وشايف ان انت انتصرت وفرحان وسعيد وبتربط حاجه بحاجه مثلا، او كلام انت قلته بحاجه حلوه وبتركب عليه حاجه جميله، لا نضحك مفيش مشكله، حقك ونتبسط ونهزر كمان. الإفيه عجبني يعني، الإفيه معمول حلو، حتى لو كان في واحد بينك وبينه اختلافات ولا حاجه، وانا بقول اللي بيني وبينه اختلافات لاي حد سواء كان على المستوى الاعلامي او على المستوى المسؤوليه او الاداره يعني، وانت في حته وعملت حاجه ظريفه ولطيفه مش هطلع دمها خفيف، مش هطلع اتكلم عليك واقول لك فاكر وما اعرفش ايه وانت كنت وقفشتك لا خالص، هتضحك وهتتقبل الوضع بصدر رحب جدا جدا جدا، مفيش مشكله خالص يعني. اللي عملناه في الناس بقالنا في 24 ساعه اتقلب عليه مفيش مشكله خالص. اوكي، ده كان بس حاجه تسود يعني، بنهزر ونضحك ونتبسط، وحتى لو فيها حاجات دمها خفيف ما تزعلش خالص 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 خالص، تمام يعني، بتحصل مرة في السنة علينا نتقبلها، ايه المشكلة ايه القضية يعني، مفيش مشكلة خالص يعني، سيب الناس تفرح وتتبسط يعني. انت كمان خلي عندك الروح دي يعني، خدها بصدر رحب كده وجميل. الكرة حلوة والله وممتعة وحاجة جميلة قوي، الكرة ما اتعملتش عشان الناس تشتم في بعض او الناس تهزق بعض او الناس تلقي على بعض التهم، الكرة اتعملت عشان يبقى فيها حاجة جميلة وروح رياضية جميلة وحاجة ظريفة وتقلب فيه حلو ودمه خفيف وظريف ولطيف، ما اتعملتش عشان نتخانق مع بعض او نقطع هدوم بعض. بمناسبة بقى الإفيهات يعني،